جلسة الخميس جلسة نهاية الأسبوع أداء البورصة المصرية خلال أسبوع. خلينا نحط في اعتبارنا إن الأسبوع بالكامل كان فيه نوع من عدم اليقين ونوع من المخاوف تتعلق بالمخاوف بنتيجة الانتخابات الأمريكية اللي أثرت على أداء الأسواق العربية والأسواق العالمية وتأثرت بها البورصة المصرية بالتبعية. طبعا الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا كان له الأثر السلبي على أداء الأسواق. احنا شايفين ان في بعض الدول بتتجه الى الغلق الكلي، شايفين دول في اوروبا عملت غلق لمده شهر وده اعاد الاذهان المخاوف من عوده انتشار فيروس كورونا، شايفين برضو ارتفاع معدلات الاصابه اليوميه مما يعني ان الفيروس في الموجه الثانيه اكثر ضرره واكثر خطوره. برضو شايفين في البورصه المصريه في كان التاثير السلبي للبنك التجاري الدولي اللي حصل عليه العديد من الكلام في الفترة اللي فاتت، ده اللي أسرع مؤشر رئيس البورصة وخلاه ينخفض من نطاق 11000 نقطة، اتكلمنا في 10500 نقطة، ودي النقطة اللي اتقفل عليها المؤشر بالنسبة للأسبوع اللي فات. أما في نهاية هذا الأسبوع في ارتفاع لكافة المؤشرات، المؤشر رئيس البورصة عامل ارتفاع أكثر من 74%، في اهتمام شرائي من قبل المستثمرين الاجانب والمؤسسات. طبعا احنا شايفين ان تدني اسعار الاسهم ادى الى اهتمام المؤسسات لتكوين مراكز شرائيه، شايفين ان في ممكن دافع يبقى في الفتره القادمه، عارفين ان فيروس كورونا وقت ما كان في اقصى مراحله البورصه قدرت ان هي بالمحافظات الاقتصاديه تحقق ارتفاعات جيدة، شايفين ان ممكن في بعض الشركات اللي تتعلق بالقطاعات الدفاعية زي الدفع الالكتروني زي الرعاية الصحية والادوية بتعمل طفرات سعرية في ظل انتشار وباء كورونا. المؤشرات الفرعية ادائها ما كانش برضو جيد الفترات اللي فاتت وكان في نوع من التباين في الاداء بسبب انخفاض تعاملات المستثمرين الافراد اللي يعتبروا الدعم الرئيسي لاداء هذه المؤشرات لشيء رئيسي. طبعا في حالة التخوف وعدم اليقين بيتجه هؤلاء الأفراد إلى تصفية مراكز المارجن ومراكز الكريدت تخوفا من تطورات الموقف في أي لحظة. مستويات التداول كانت في الفترة اللي فاتت هي مستويات مش عالية قوي، كنا بنتكلم على اليوم الواحد ما بيتعداش التداول أكتر من 800 مليون، لما كان بيرتفع إلى المليار بالكاد، وده برضو يرجع للشيء رئيسي هو الترقب الحذر من قبل فئات المتعاملين. في طبعا أخبار إيجابية تتعلق بالسوق تتعلق ببعض الشركات اللي نتائج أعمالها ربع سنوية في الربع الثالث محققة طفرات سعرية، في شركات منهم بتوعد بأسهم مجانية وكتابات مخفضة لمساهمين قدامى، ده ممكن يدفع الأسهم قدما إلى التطور وإلى الارتفاع. في سهم مثلا في قطاع الدفع الإلكتروني الفترة الجاية هيدخل المؤشر 70 ممكن يتأثر بالإيجاب. القطاعات المتواجدة في البورصة بيختلف في ظل النشاط عن في ظل حالة عدم التأكد، بيبقى القطاعات الدفاعية هي القطاعات المسيطرة على أداء المتعاملين، أما القطاعات الاستراتيجية تتعلق بالبنوك وتتعلق بالخدمات المالية باستثناء البنوك بتتواجد في الأنشط وليس في القطاعات الأكثر ارتفاعا. متوقع في الأسبوع القادم بعد أن ينتهي ويحسم موضوع الانتخابات الأمريكية تعود المؤشرات إلى الارتفاع مرة أخرى، يعود السيولة إلى الارتفاع مرة أخرى، وده بيرجع ليه سبب رئيسي أن في أسعار للأسهم تتدنى بمعدلات قوية جدا، وعارفين كمان أن هذه المعدلات المتدنية بتجتذب العديد من المتعاملين إلى تكوين مراكز شرائية، وفي ظل عدم وضوح الرؤية بيبقى الاتجاه إلى التحليل الفني هو الاتجاه الغالب. مصر في الفترة الحالية بتتجه إلى تنويع مصادر التمويل، هي متجهة الفترة القادمة إلى إصدار سندات بأحكام الشريعة الإسلامية، ودي هتوفر تمويل طويل الأجل وبتتناسب مع اختيارات دول ومستثمرين آخرين. ولو بتكلم على حجم تمويل الاستثمار في السندات بتعدى 2.7 تريليون دولار حول العالم. بإذن الله جلسات موفقة في الفترة القادمة ونرى المؤشرات عند نقاط المقاومة اللي نزلت منها، ونتمنى أسبوع أخضر بإذن الله.